هقول لكم على شوية أفكار وتركات هتساعدكم جدا في حياتكم اليومية. يلا بينا. بتفتحوا علبة الدقيق بتاعتكم ولقيتوا فيها حشرات، ما تقلقوش، ليها حل وبسيط جدا كمان وبدون أي أضرار. كل اللي انتوا محتاجينه، هاتوا أوراق اللورة اللي بتتجاب من عند أي عطار وحطوها في علبة الدقيق بتاعتكم من فوق كده. الزيوت المتطايرة الموجودة في أوراق اللورة هتطير أي حشرات تفكر إنها تيجي للدقيق بتاعنا. بالطريقة دي تقدروا إن انتوا تخزنوا كمية الدقيق اللي انتوا عايزينها بمنتهى البساطة. الطاسات او الحلل الستانلس، انتوا عارفين طبعا ان الستانلس من اصح الحاجات اللي تستخدم في الطبخ، بس للاسف الاكل بيلزق فيها. هقول لكم على طريقه تخلي الاكل ما يلزقش تاني. قبل ما تستخدموها حطوها على النار وحطوا فيها شويه زيت وسيبوا الزيت يسخن لاقصى درجه. هنستفاد من الخطوه دي ان احنا هنعمل طبقه غير لاذقه. الزيت سخن جامد، سيبوه بقى يبرد شويه وهاتوا منديل وامسحوا بالمنديل الزيت الموجود في الطاسه. دلوقتي الطاسه بقت ريدي ان احنا نعمل فيها. هاتوا بقى البيض بتاعكم واعملوا البيض براحتكم في الاستانلس. بالطريقه دي هتلاقوا البيض ما بيلزقش تاني في اي حاجه استانلس بكل بساطه. قطع الجبن البيضة زي مثلا الجبنه الموتزاريلا او اي نوع جبنه بيضة عندكم بتبوظ عندكم في التلاجة لما بتقعد فتره كبيره، بسيطه جدا. هاتوا طبق وشويه ميه وشويه ملح واخلطوهم كويس، وهاتوا بقى الجبنه اللي عندكم. بس استنوا، لو في جزء بايظ قطعوه الاول وارموه، وحطوا بقى الجبنه السليمه في العلبه وغطوها كويس وحطوها في التلاجة. والطريقه دي هتحافظ لكم على الاجبان فتره طويله في التلاجة بمنتهى البساطه. الفرخه الكامله اللي بنحب ان احنا نشويها في الفرن، عايزين طريقه تدخلوا فيها الفرخه في الفرن تكون بسيطه ومش مكلفه؟ خدوا بقى الفكره دي. علب الكان اللي بيبقى فيها المشروبات الغازيه بعد ما تخلصوها ما ترموهاش، اغسلوا علبه الكان كويس وهاتوا التوابل اللي انتوا بتحطوها في الفراخ وحطوا منها شويه في علبه الكان من جوه. هاتوا بقى الفرخه بتاعتكم وصينيه تدخل الفرن وحطوا الكان على الصينيه ووقفوا عليها الفرخه بالمنظر ده. شغلوا بقى الفرن بتاعكم عادي خالص، هتلاقوا الفراخ استوت بمنتهى البساطة، وكمان الريحة بتاعت الأعشاب دخلت جوه الفراخ من جوه بمنتهى السهولة. البطاطس، بتيجي تخزنوا البطاطس وتلاقوها بعد فترة مطلعة زي جذور كده وبراعم منها، بسيطة خالص. هاتوا اي بوكس عندكم ينفع ان انتوا تخزنوا فيه البطاطس وحطوا بقى البطاطس بتاعتكم اللي حابين ان انتوا تخزنوها. خلاص حطيتوا البطاطس، هاتوا بقى تفاحية عندكم وحطوها في البوكس بتاع البطاطس وبمنديل كده غطوا البوكس ده. بالطريقه دي هتحافظوا على كميه البطاطس اللي عندكم بطريقه بسيطه جدا وبمنتهى السهوله. السداده بتاعت الحوض بتاعتنا دايما بيطلع منه ريحه مش كويسه نتيجه انه بيتراكم فيه الاكل والحاجات دي، فبيتكون فيه بكتيريا بتعمل ريحه مش كويسه في المطبخ. جربوا بقى الفكره دي، هاتوا ليمونه وقطعوا منها شريحه رفيعه، اغسلوا السداده كويس والمكان المحطوط فيه السداده كويس جدا، وقبل ما تحطوا السداده حطوا شريحه الليمون دي الاول وبعد كده حطوا فوقيها السداده. الطريقه دي هتساعدكم جدا انها تقضي على البكتيريا الناتجه من تراكم الاكل بمنتهى البساطه.